ندعو المتسابقه ما بنت سيسي من غينيا بيساو وتقرا بروايه حفص عن عاصم السؤال الرابع اقرأي من قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ قال يا حسبك آدم أم حسبك السؤال الخامس والأخير إقرأي من قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَذُكِرَ فيها فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم والله يعلم اسرارهم فكيف من ذلك بانهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه حسبك حسنتي بارك الله فيك